حسن عبد الكريم مقاسات خاصة. أنا دخلت المحل ده أول مرة من 3 سنين و4 شهور و11 يوم، لأن الحقيقة إني بعتبر يوم ميلادي الحقيقي هو يوم ما دخلت المكان ده وتعرفت فيه على دكتور جلال. محمد خميس مقاسات خاصة. أهلا خميس. المكان ده بالنسبة لي مش مجرد محل لبس، لا ده محل ثقة، محل تقدير واهتمام. المكان اللي أنا حسيت فيه بان انا بني ادم مش ترمبيل بيشتري قماش العربيات من الوكاله، قمصان على مقاسه، بنطلونات على مقاسه، غيارات داخليه على مقاسه، وجزم على مقاسه. بني ادم، في بني ادمين كتير قوي حاسين بمقاساته وحاسين بمقاساته. بني ادمين زي الدكتور جلال. عزوز السباعي مقاسات خاصه. اهلا يا عزوز. أيام ما كنت بلبس مقاسات عادية زمان، قال إيه؟ كنت بمشي على الموضة. يقول لك السنة دي مقلب، لا السنة دي كروهات، لا السنة دي سادة، لحد ما فقت وجيت هنا وقابلت الدكتور جلال واكتشفت إن الشياكة الحقيقية مش في إنك تلبس شيك، الشياكة إنك تلبس أصلا، لأن أنت اللي شيك مش لبسك. دكتور. نعم. طبعا خليهم يتفضلوا. اتفضلوا معانا. خلصنا يا ابني، وهات لنا جزمه على مقاسه بدل الشبشب اللي هو لابسه شبه الصرصار ده. اتفضل يا ابني، تعال. اتفضل يا مريم على بال ما نخلص الجلسه. حاضر. احمد. ايوه يا دكتور. شوف الاستاذ يلبس ايه. انا بس مقاسي. هطلب الاستاذ احمد. حاضر. معك دكتور جلال هيبه. عرفنا بنفسك. انا محمود طعيمه. بس قول محمود طعيمه مقاسات خاصه. محمود طعيمه مقاسات خاصه. اهلا يا محمود. لا انا مش مقاسات خاصه ومش هلبس مقاسات خاصه. زمان انا سالت ماما، قلت لها هو انا مقاسات خاصه يا ماما؟ قالت لي مين يا حبيبي علمك الكلمة دي؟ انت مش مقاسات خاصة وعمرك ما هتبقى كده، وما تجيبش الكلمة دي تاني ابدا على لسانك. المرحلة دي بنسميها ايه يا جماعة؟ الانكار. الانكار مظبوط. كمل. اول مقاس وعيت عليه كان اكس لارج. سألت ماما ساعتها يعني ايه اكس لارج يا ماما؟ وهي فهمتني ان لارج دي يعني صغير وكيوت. فهمت يعني ايه لارج، وفهمت ان اكس هو اول حرف انا اتعلمته في الانجليزي مش اي بي سي. بس فهمت متاخر لما بقيت 6 اكس. تعرفوا يا جماعه صعب جدا انك تكون مقاسات خاصه وانت مش عارف انك مقاسات خاصه. بالظبط هي دي كانت مشكلتي. علشان كده انا ما كنتش بعرف البس غير الشراب بس. كنت بفضل في بيتي بالشهور مش قادر انزل. اصحابي كانوا بيعدوا عليا يلفوني بالملايه بالعافيه عشان النهارده انزل معاهم. انا عشان اجي النهارده اشتريت 3 قمصان وفتحتهم على بعض. يا ريتني كنت عرفت اني مقاسات خاصه. يا ريت. الجسمه بتاعتك وصلت. جرب كده. لا. ايه يا محمود مالك؟ ما تخافش. رجلي لا. جرب. ايه ده؟ ليه كده؟ جزمة واسعة. أنا عارف إن عمرك ما جربت الإحساس ده، لكن الحقيقة أنت محتاج جزمة أصغر. أصغر؟ أيوة أصغر. أنا أصغر؟ أنا أصغر؟ الجملة دي هتسمعها كتير هنا. أنا أصغر؟ أصغر إيه؟ أصغر؟ ها حاسس بايه؟ اتلبست وما اتقلعتش حلوه يا ماما. في جزمه حلوه. مبروك يا حبيبي. في جزمه حلوه. حلوه. اسمها الجزمه على مقاسي. على مقاسي. على مقاسي. على
مقاس على مقاسي على مقاسي على مقاسي ماما الجزمة على مقاسي مبروك الجزمة على مقاسي الجزمة على مقاسي